سقوا هدي آل محمد هموم نار للعطاء السرمدي سقوا من هدي آل محمد هموم منار للعطاء السرمدي وهم خير البريه في السماوات العلي وهم خير البرية في السماوات العلي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين نرفع تعازينا إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى أبنائه العترة الطاهرة من آله وإلى مقام صاحب العصر والزمان بالخصوص وإلى الأمة الإسلامية وإليكم سادة المشاهدين بذكرى وفاة أم المؤمنين خديجة الكبرى رضوان الله تعالى عليها سائلين مولانا يجعلنا من محبيها ومن أتباعها والسائرين على درب زوجها رسول الله صلى الله عليه وآله أحييكم سادة المشاهدين من خلال هذه الشاشة المباركة شاشة قناة المعارف الفضائية وأرحب بكم في حلقة خاصة بذكرى وفاة خديجة الكبرى سلام الله عليها يشرفنا سادة المشاهدين أن يكون ضيفنا لهذه الحلقة هو سماحة السيد عادل العلوي الباحث الإسلامي وأستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية فحياكم الله وحيا سماحة السيد الله يرعاكم حفظكم الله حياكم الله وعظم الله لكم الأجر سماحة أجركم الله عظم الله لنا ولكم الأجر سماحة السيد إن شاء الله نحاول في هذه الدقائق أن نقف عند حياة السيدة خديجة سلام الله عليها وعند دورها الرائد ونصرتها مع الإسلام ومواقفها المشرفة مع رسول الله صلى الله عليه وآله ولكن في بداية الحديث نحاول أن نقف عند البطاقة الشخصية للسيدة خديجة ويا ترى هل أنها كانت على دين التوحيد قبل أن تقترن برسول الله صلى الله عليه وآله وإذا لم تكن على هذا الدين فمتى دخلت في الدين الإسلامي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى السلام عليكم أحبتي أعزتي ورحمة الله وبركاته عظم الله أجرنا وأجوركم في هذه الليلة ليلة مصيبة ووفاة مولاتنا وسيدتنا أمنا أم المؤمنين والمؤمنات السيدة خديجة رضوان الله تعالى عليها قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ولكل شيء ربيع وربيع القرآن شهر رمضان ففي رحاب القرآن الكريم وفي ضوء آيات القرآن الكريم أفتتح هذه الجلسة المباركة إن شاء الله على أنه الكتاب المهيمن على كل كتب السماء والأرض هو القرآن الكريم كتاب الله وإنه كتاب الحياة والهداية والسعادة والكمال يهدي للتي هي أقوم وأنه معجزة الرسول الأعظم الخالدة
وكتاب المسلمين بل كافة الناس ورحمة للعالمين. نعم. في القرآن الكريم هو عبارة عن الكلام الإلهي الذي من ورائه كما ورد في الحديث الشريف أنه نزل القرآن على أربعة أشياء. نعم. عن الإمام زين العابدين وسيد الشهداء عليهم الصلاة والسلام، أنه نزل على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق. والحقائق. نعم. العبارة للعوام والإشارة للخواص. نعم. واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء. الأنبياء. نعم. والعلماء ورثة الأنبياء، ومن كان عنده كما يقال في المثل المئة فعنده التسعين وما دون. أحسنت. فمن يعرف الحقائق القرآنية لا شك يعرف اللطائف والإشارات والعبارات. نعم. فعندئذ من يريد أن يقف على القرآن الكريم بكماله وتكامله من خلال القرآن الكريم، نعم، إنما يسلك هذا المسلك أنه ابتداء من العبارة ثم إلى الإشارات القرآنية واللطائف والحقائق. نعم. هذا أولا. وثانيا ورد في الحديث الشريف أن القرآن نزل عند تصنيف آيات القرآن عن رسول الله نزل على خمسة أصناف. نعم. على الحلال والحرام والمحكم والمتشابه والمثل. وفي نعم. حديث آخر على سبعة أحرف منها الأمر والزجر والترغيب والترهيب والقصص والأمثال. نعم. فحينئذ صنف من أصناف الآيات القرآنية إنما هي للأمثال، إنما أذكر هذا المعنى انطلاقاً من المثل الذي أريد أن أضربه من خلال القرآن الكريم بالنسبة إلى مولاتنا خديجة وسيدتنا خديجة بنت خويلد رضوان الله. نعم. تعالى عليها، أنه من أصناف القرآن وصنف القرآن الأمثال، والله سبحانه وتعالى نزل القرآن بالحق ومن الحق. نعم. وفيه الحق ويدعو إلى الحق. نعم. فحينئذ عندما نستعرض الأمثال القرآنية إنما يكون فيه الحق. نعم. إذ أن الله سبحانه وتعالى هو الحق، ويتجلى هذا الحق في خلقه. نعم. وفي كتابه في آياته المباركة. نعم. فحينئذ الأمثال تضرب في القرآن الكريم، والله يضرب في هذا القرآن للناس مثلا. نعم. وعندما نرجع للأمثال في القرآن الكريم وفلسفة الأمثال، حكمة الأمثال، أسرار الأمثال القرآنية، سواء في حقائق أمثال أو لطائف الأمثال، إشارات الأمثال أو حتى العبارات. نعم. وتفسير الأمثال القرآنية، نجد أن الله سبحانه وتعالى يذكر إنما يضرب هذه الأمثال أولا لعلهم يتذكرون. أحسن. للذكرى والتذكر. نعم. وثانيا يضرب الأمثال لعلهم يتفكرون في مضمون. نعم. الآيات الشريفة للتفكر والتأمل. أحسن. وثالثا التعقل، ورابعا العلم والتعلم. نعم. أنه وما يعقلها إلا العالمون. نعم. وهذا يعني على أنه العالم يكون عاقلاً والعاقل يكون عالماً. نعم. فحينئذ المقصود من الأمثال القرآنية هو أنه نصل إلى العلم الذي ينفعنا في دنيانا وفي آخرتنا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. نعم. فحينئذ لابد أنه نصل من خلال الآيات القرآنية، سواء في القصص، في الأمثال، في الزاجر، في النواهي، في الأوامر، وفي كل أصناف القرآن الكريم، لا بد أن نصل إلى حقيقة العلم. نعم. لأن الله سبحانه وتعالى يحب العلم ويحب بغاة العلم. أسمع سيد، تريد أن تربطه تربط هذه المقدمة في حياة السيدة خديجة سلام الله عليها. الآن يعلم هذا من خلال. نعم. ما أستعرض المقدمات. نعم. حتى المشاهد سيصل إلى ما أقول من خلال. نعم. هذه المقدمة، والذي أعتبرها فتح باب. نعم. وأفق جديد بالنسبة إلى حياة كيف ندخل في الآيات القرآنية ونستنبط. نعم. منها ما يتعلق بأي موضوع من المواضيع التي تطرح كموضوعنا في هذه الليلة، حياة السيدة خديجة سلام الله عليها. فعندئذ نحن نرجع للأمثال القرآنية. نعم. ومن خلال الأمثال نقف على ما وراء المثل. الله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال من عدة جهات. أحسن. حتى يضرب المثل ببعوضة وما فوقها. أحسن. يضرب المثل بحبة. أحسن. أنبتت سبع سنابل. نعم. يضرب المثال بصفا، بجبل، بالمخلوقات، ويضرب المثال بالأنبياء. نعم. كما يضرب الأمثال بالصالحين والصالحات. أحسن. هذا من شؤون القرآن الكريم ومن نهج. نعم. القرآن الكريم
أنه يضرب المثل. فيضرب المثل في سورة التحريم آخر آيات سورة التحريم. اسمح لي نتبرك بهذه الآيات الشريفة في هذه الليلة المباركة ليلة العاشر من شهر رمضان المبارك في سورة التحريم. يقول طبعا الله سبحانه وتعالى عندما يضرب المثل تارة يضرب للمجتمع الكافر تارة يضرب للمجتمع المؤمن. يا أيها الذين آمنوا إنما يقصد به المجتمع الإيماني، هذا كمصطلح قرآني، التوحيد يعني مجتمع التوحيد، المجتمع الإيماني الذي هو عام من الرجال والنساء. وإن كان يا أيها الذين آمنوا بالواو مثلا والألف للجمع المذكر، ولكن مع ذلك يقال على أنه آمنوا أعم من الرجال والنساء. فعندما يضرب المثل للمجتمع الإيماني يعني إنما هو نموذج ومثل وقدوة صالحة أسوة حسنة وبهداه مقتده للرجال وللنساء. فعندما يضرب المثل للذين كفروا بامرأة نوح وامرأة لوط وللذين آمنوا يضرب المثل بآسيا وبمريم. أقرأ الآيات. ضرب الله مثلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. يعني مجرد أن يكون زوجة النبي، زوجة النبي هذا لا يدل على أنه ستكون من أهل النجاة ويغنيها ذلك عن عذاب الله سبحانه وتعالى. وقيل ادخل النار مع الداخلين. هذا بالنسبة للذين كفروا. وأما وضرب الله مثلا للذين آمنوا المجتمع الإيماني امرأة فرعون، يعني مع أنه كان المحيط محيط فرعوني محيط كفر، لكن مع ذلك هي قاومت وجاهدت وآمنت برسول زمانها موسى عليه الصلاة والسلام، إذ قالت ربي، عندما كان يعذبها فرعون بالأوتاد بالبسامير على يديها ويضع الحجر على صدرها، قالت ربي، صار عندها حالة مكاشفة، رأت العالم البرزخ وعالمة الآخرة، قالت ربي ابني لي عندك بيتا، رأت الآخرة فقالت ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم مثال ثاني، ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فحينئذ الله سبحانه وتعالى ضرب مثل للذين آمنوا بامرأة فرعون ومريم سلام الله عليه، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. إذن الله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال بالصالحين وصالحات للبشرية للناس كافة وللمؤمنين والمسلمين خاصة، باعتبار نحن أتباع الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، فالمثال إنما يكون لنا بالأخص. فحينئذ يضرب الله المثل بآسيا، والرسول الأعظم أيضا يضرب المثل بآسيا وبغيرها. وذلك أنه عندنا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه اختار الله سبحانه وتعالى من النساء أربعة، آسيا ومريم وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. إذن سيكون ربط الآيات بسيدة خديجة أنها من الذين آمنوا، أحسن، من الذين يضرب بها المثال. نعم. يعني عندما نحن نستعرض حياة السيدة المعصومة، نسلط الضوء على حياة السيدة فاطمة الزهراء، نسلط الضوء على حياة السيدة خديجة زينب عليه الصلاة والسلام، إنما المقصود من ذلك أن نأخذ الدروس والعبر. نعم. وأنه نعيش كما عاشوا ونموت كما ماتوا. فحينئذ المقصود من مثل هذه البرامج المباركة إن شاء الله هو أنه نصل إلى هذه الحقيقة من خلال ضرب المثل. فالله سبحانه وتعالى والرسول الأعظم يضرب المثل بالسيدة خديجة على أنه اختار الله. سألتكم عنها وعن موقفها من الدين، هل كانت ضمن الدين دين التوحيد الذي سبق لآباء النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتنقوه أم لا، أم لا تكون على هذا؟ طبعا من الروايات، تكملة للموضوع، من الروايات التي تدل على فضيلة و عظمة السيدة خديجة أنه سيدة نساء الجنة أربع، أيضا سادات نساء الجنة، سيدات نساء الجنة أربع، منهن خديجة سلام الله عليها وكذلك فاطمة ومريم وآسيا. يعني هؤلاء النسوة الأربع إنما هما ضرب المثل لكل البشرية من آدم إلى الخاتم وإلى يوم القيامة، سيكونن المثل الأعلى لله، المثل الأعلى، وهذا المثل الأعلى يتجلى في هؤلاء النسوة الأربع بالخصوص بالنسبة للبشرية جميع. نعم. وبالنسبة لنا بالأخص. وأما بالنسبة لحياتها قبل إسلامها برسول الله صلى الله عليه وسلم وإيمانها برسول الله، طبعا عندما نريد أن نصل إلى هذه الحقيقة لابد أن نرجع للتاريخ.
وما جاء في النصوص التاريخية بالنسبة إلى عصرها ومن بعد رسالة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ومن قبل الرسالة. فعندما نرجع للنصوص هناك ما رجعت إلى بعض النصوص في هذا الباب على أنه من حيث أبيها خويلد فإنه نجد عندما تبع أو ملك اليمن أراد أن يأخذ الحجر الأسود ويأخذه إلى اليمن فبرز إليه خويلد ومنعه عن ذلك. نعم هذا في وهذا ما يدل على أنه كان حنيفيا في في عقائده، يعني كان يعتقد بحرمة الحجر الأسعد والحجر الأسود. وكذلك بالنسبة إلى جدها أيضا، جدها كان من أصحاب الحلف الفضول. حلف الفضول جماعة من قريش اجتمعوا على أنه كل مظلوم سواء كان من أهل البلد أو من الخارج الذي يزور البلد إذا ظلم فإنهم يأخذون حقه من الظالم. هذا حلف، والرسول الأعظم أيد هذا الحلف وكان معهم أيضا وقال لو دعيت بعد الإسلام لأجبت دعوتهم إلى هذا الحلف أنه أكون عونا للمظلوم وخصما للظالم كما قال أمير المؤمنين روحي فداه. فحينئذ كان جدها أيضا ممن يدافع عن المظلومين، وهذا يدل على أنه رجل إنساني ورجل كان متعلق بالسماء يعني بفترته السليمة. بما أنها تنتمي إلى قبيلة بني أسد، ويبدو أن هذه القبيلة كانت لها ثقل، كان لها ثقلها في قريش وكان لها إيمانها، يعني حتى لم نجد مثلا ممن وقف موقفا مناوئا من الرسول صلى الله عليه وآله ومن رسالته، أليس كذلك؟ الظاهر هكذا باعتبار أنه كانت قبيلة، أو بالخصوص بالنسبة إلى أسرة خديجة من حيث أبيها ومن حيث والد جدها، وكذلك ورقة ابن نوفل عمها أيضا يقال على أنه عندما رأى الرسول الأعظم يطوف قال له أخبرني، فأخبره بما جرى عليه من الوحي، فقال أنك أنت الرسول وأن الله سبحانه وتعالى سينصرك على قومك وسيعادونك ويعذبونك، يعني وإلى آخر أعطاه بعض الإخبارات. يقول لو كنت أنا ذاك في ذلك لنصرت هذا الدين. ورقة ابن نوفل، وعنده أيضا ورقة ابن نوفل، هذا يدل على أنه الأسرة أسرة علمية كانت أنذاك من العلم ومن أهل المعرفة ومن أهل الدين. باعتبار أنه إبراهيم الخليل حنيفا وما كان من المشركين. فهذا ما يسمى بالحنيفية الإبراهيمية. فكانوا هؤلاء على هذه الحنيفة، حتى أبو طالب، حتى أبي طالب سلام الله عليه، وكذلك عبد المطلب أجداد النبي، إنما كانوا هم على دين الحنيفية الإبراهيمية. فهذه القبيلة أو هذه الأسرة بالخصوص عندما كانوا على هذا الدين، هذا يدل على أنه كان السيدة خديجة ممن تؤمن بهذا الدين، يعني بحنيفية إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. ورقة بن نوفل عندما كان عند قريش عيد ويعبدون فيه الصنم في ذلك العيد، في كل سنة مرة كان عندهم عيد يعبدون الصنم ويشربون الخمر وإلى آخره، فأربعة منهم نوفل وثلاثة اتفقوا على أنهم يكتمون إيمانهم بالنسبة إلى قبيلتهم، يعني قبيلتهم وغيرهم الذين كانوا يشتركون في ذلك العيد الفجوري، فاتفقوا على أنهم قالوا هذا عجبا، يعبدون الصنم يطوفون حول الصنم الذي لا يضر ولا ينفع. هذا معناته أنهم كانوا يؤمنون إذن بإله السماء. إذا سمعت سيد، كان دين الحنيفية كان معروفا في ذلك الزمن، على الرغم أنه من الفترة الجاهلية التي ربما يتهم على أن الناس كانوا يميلون إلى الوثنية أو يميلون إلى الشرك. لا يمكن أن أقول كان معروفا، معروفا يعني كان مشهورا تقصد؟ لا يعني أنه مثلا هناك من يعتنقه، وإن كان مثلا القلة القليلة يخفي ذلك إيمان أبو طالب، إنما كان مؤمن آل قريش كما كان مؤمن آل فرعون، يعني كان محظورا سمعت السيد قبل ظهور الإسلام. كان بعضهم يتقون من باب التقية باعتبار المجتمع كله مجتمع صنمي، مجتمع مشرك. ففي هذا المجتمع إذا واحد أراد أن يسير خلاف هذا المجتمع كالسيل الذي يأتي ويريد أن يسير خلافه فمن الصعب الأصعب. فحينئذ كان من الصعب الأصعب أنه الإنسان يفصح عن هذا الدين، دين الحنيفية، باعتبار أنه كان عصر الشرك وودء البنات وما شابه ذلك، عصر الجاهلية. فحينئذ كان يعني إيمانهم وتقواهم إنما كان بتقية، يعني الدين الحنيفي إنما كان بتقية. فلذا خديجة عليه الصلاة والسلام كانت من هذه الأسرة. أحسنتم. اقترنت برسول الله صلى الله عليه وآله قبل إعلان الإسلام، أليس كذلك سمعت السيد؟ يعني قبل أن يعلن النبي صلى الله عليه وآله الرسالة، فيا ترى متى دخلت الإسلام؟ طبعا السيدة خديجة عليه الصلاة والسلام هناك بحوث كثيرة بالنسبة إلى حياة السيدة
خديجة سلام الله عليها قبل اقترانها برسول الله هناك اختلاف على أنه تزوجت من قبل أو لم تتزوج، فالمشهور عند أبناء العامة كما في سيرة ابن هشام على أنه تزوجت برجل ثم توفي في شبابه وكان ثريا فأورث ثروته لها، ثم تزوجت بثاني آخر أيضا مات في شبابه من بني تميم وأورثها مالا طائلا وصارت صاحب أموال وصارت لما عندها من الذكاء والعقلية الاقتصادية بالخصوص، فإنها صارت أنها مديرة وتاجرة كبيرة، ويذكر على أنه كان عندها مثلا 80,000 من الإبل في البلاد في كل البلاد، ثروة كبيرة جدا، ثروة كبيرة جدا أي، وكانت يعني إدارتها هذا ما ستحدث عنها في المستقبل بالنسبة إلى ما يؤخذ من دروس من حياة السيدة خديجة سلام الله عليها، فكانت مديرة ومدبرة وذكية جدا. لذا أنذاك كان قريش عندما يتاجرون بالربا، ولكن هي إنما تركت هذا المنهج الربوي وأخذت المنهج الصحيح العقلاني، وأنه أخذت تتاجر بالأموال التي عندها. هذا هو المشهور، ولكن عند المحققين منا أنه أولا طبعا هناك أيضا قول مشهور على أنه تزوجت من النبي وكان عمرها 40 عاما، هذا أيضا مشهور، وأنه عمر النبي صلى الله عليه وسلم أنذاك 25 سنة، كان أنذاك عمره 25 سنة، وهذا ما سنقوله إن شاء الله. فهذه كلها أقوال موجودة حتى في المدارس، ربما في دروس سواء كان في مدارس السنة أو مدارس الشيعة الأكاديمية تجد هذه المعلومات موجودة، ولكن عند المحققين أخيرا ومنهم شيخنا الأستاذ شيخنا في إجازة الرواية الله العظمى الشيخ ناصر مكانه الشيرازي يعتقد على أنه أولا كانت بكرا ولم تكن ثيبا، يعني لم تتزوج من قبل، وثانيا كان عمرها 28 سنة، يعني الفرق بينها وبين رسول الله 3 سنوات ليس أكثر من ذلك. 15 طبعا هناك من يقول كان عمرها 25 قيل 26 قيل 27، ولكن عن ابن عباس وابن حماد على أنه كما في روايات أهل البيت عليه الصلاة والسلام الظاهر هكذا على أنه كان عمرها 28، يعني هناك تقارب سنوي بينها وبين رسول الله، وكانت بكرا ولجلالتها ولمقامها كان يخطبها كبار وأعيان القوم، ولكن كانت ترفض لأنه إنما كانت عاقلة بتمام المعنى. سمع سيد، سألتكم عن دخولها للإسلام، متى دخلت للإسلام؟ عندما عرفت الرسول الأعظم، باعتبار كانت تعيش مع الأحبار ورهبان النصارى باعتبار ورقة ابن عمها وغيرهم، إنما كانوا يعيشون المحيط العلمي والبيئة العلمية، كان يعيشون هذه البيئة، فعندهم أخبار من التوراة ومن الإنجيل وعلى أنه سيأتي في آخر الزمان نبي اسمه أحمد كما أخبر عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فلذا كان ينتظرون هذا المعنى، ومنهم السيدة خديجة كانت تنتظر، هناك روايات تدل على هذا المعنى أنه كانت تنتظر، فلذا أخبرت بأنه الذي تنتظرينه هو هذا الرجل الذي يأتي والشاب الذي يأتي، فرأته فأحبته لما عرف رسول الأعظم صلى الله عليه وسلم بصادق الأمين قبل بعثته بصادق الأمين. ولا بس أن أشير إلى هذه نكتة لطيفة اجتماعية، أنه الناس عندما يكون إنسان صالحا يحبونه ويبجلونه، ولكن عندما يكون مصلحا تجد هناك من ينكره ويقف ضده، يعني هو الصالح نفسه إذا صار في مقام الإصلاح والمصلحية تجد هناك من يحاربونه. سمح السيد، إذن لما أعلن النبي صلى الله عليه وآله في أول إرهاصات الدعوة دخلت السيدة خديجة إلى الإسلام؟ اسمح لي أن أتسلسل بالموضوع حتى نصل الوقت، ربما سمح السيد الوقت مع الأسف الوقت سيف قاطع سيف قاطع. نعم سمح السيد، إن شاء الله خير. على كل حال، فالسيدة عليه الصلاة والسلام بعثت ميسرة من غلمانها وكان ذكي، بعثته مع الرسول الأعظم لتجارة إلى الشام مع عمه أبي طالب سلام الله عليه، بعثته وقالت يعني عن كثب راقب النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل، فلما رجع أخبرها بالعجائب أنه كان يسير والأشجار تسلم عليه، الأحجار تسلم عليه، وأنه الغيم كان ما رأى من كرامات للنبي صلى الله عليه في الطريق، وأنه الرهبان الذي رأى في بصرة وحيرة،
وأخبرها بما رأت، فلذا تعلقت بالرسول وهي التي قدمت نفسها خلافا لما هو المألوف. أحسنت. قدمت نفسها إلى الرسول الأعظم وأخبرت عمها وأخبرت عم النبي وإلى ما آخر ما في نعم. قصة الزواج من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تزوجت بعد ذلك بقيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن بعث. فلما بعث في سن 40 يعني 25 سنة تزوج نعم. بها إلى 40 سنة 15 سنة نعم. فلما بعث أول من آمنت إنما هي خديجة سلام الله عليها. سمح السيد، يا ترى دخلت للإسلام، ما هو الدور الذي يعني دور السيدة خديجة سلام الله عليها وموقفها من نصرة النبي صلى الله عليه، لأنه نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم واجه في بداية الدعوة صعوبات وموقف بصراحة مؤلم جدا من قبل عتات قريش. فأولا نتعرف على مواقف السيدة خديجة سلام الله عليها من نصرة هذا الدين، وما هي الدروس والعبر التي يمكن أن نستفيد منها؟ طبعا سلام الله عليها لما آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أن أسمح لي أستعمل هذه الكلمة، وكانت عاشقة عشقا مفرطا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن مكارم أخلاقه، فضلا عن مقامه السامي، كذلك كانت عاشقة لمقامه المعنوي والرباني والإلهي، مقام وأهل النبوة لأن يعشق مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقام النبوة وختم النبوة والرسالة. فلذا كانت من العاشقين، من العاشقات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي سيدة العاشقات إن صح التعبير. نعم. فلما اسمح لي من هنا يمكن نعم. أنه يعني نستعرض ما عليها السيدة خديجة عليه الصلاة والسلام عندما عقدت في مجلس العقد عقدها أبو طالب صلى الله عليه. بعد ذلك الرسول الأعظم قام وأراد أن يذهب إلى بيت إلى داره مع عمه، فقالت إلى أين؟ إلى بيتك، بيتي بيتك وأنا جاريتك. عظيم عظيم عظيم. من هنا يعني يؤلم سلام الله وعلى رسول الله سلام الله عليها. قالت البيت بيتك وأنا جاريتك، الجار يعني خادمة أحسن. يعني ليس زوجة وليس شريكة حياة، يعني أكثر من ذلك، كانت عاشقة بمعنى فانية في رسول الله، فنت في رسول الله منذ اليوم الأول عندما رأت ووصلت إلى ذلك المقام الشامخ في المعرفة والعرفان، صارت من العاشقات لرسول الله وذابت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت البيت بيتك وأنا جاريتك. ثم بعد ذلك بعد زواجها قالت كل ما عندي من غلمان من أموال من حشم من خدم، كل ما عندي كان عندها بالملايين نعم. في ذلك الزمان، لأنه كانت تجارتها في مصر، في إفريقيا، في مصر، في الشام، في أحسن. كثير من البلاد العربية، كانت هي سيدة مكة الأولى، وكانت هي التاجرة الكبيرة، تعد من أولى التجار في عصرها. فلذا قالت كل ما أملك إنما أضعه تحت يدك يا رسول الله. أحسن. نقف عند هذه النقطة، نأخذ فاصل ونكمل إن شاء الله. إن شاء الله. سادتي المشاهدين، نذهب وإياكم إلى الرادود الأخ محمد صالح لنسمع منه ما يتلو علينا زيارة السيدة خديجة سلام الله عليها، فكونوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أزور سيدتي ومولاتي خديجة الكبرى زيارة مني ونيابة عن المؤمنين والمؤمنات حيهم وميتهم ومن أوصانا بالدعاء والزيارة قربة إلى الله تعالى. السلام عليك يا أم المؤمنين. السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين. السلام عليكِ
يا أم فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا أول المؤمنات، السلام عليك يا من أنفقت مالها في نصرة سيد الأنبياء ونصرته ما استطاعت ودافعت عنه الأعداء، السلام عليك يا من سلم عليها جبرائيل وبلغ السلام من الله الجليل، فهنيئا لك بما أولاك الله من فضل، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم سادة المشاهدين ورحمة الله وبركاته، عودة أخرى إليكم مع سماحة السيد عادل العلوي. سماحة السيد، كنا نتحدث قبل هذا الفاصل وقبل هذه الزيارة المباركة للسيدة خديجة رضوان الله تعالى عنها، كنا نتحدث عن مواقف السيدة والدروس التي يمكن لنا أن نستفيدها من هذه السيدة الجليلة. طبعا اسمح لي قبل أن أدخل في صلب الجواب، باعتبار زاروا السيدة خديجة ونحن الآن بجوار بنتي السيدة الخديجة سلام الله عليها، كما نقرأ في زيارتها سلام عليك يا بنتي خديجة فاطمة وخديجة. أحسنت. فلذا اسمح لي عن المشاهدين والمشاهدات أعزتنا وأحبتنا أنه نزور عنهم نيابة مرة واحدة، ثم أدخل في صلب الموضوع إصالة عن نفسي وعنك وعن كل الإخوان والأخوات. السلام عليك يا مولاتي يا بنت رسول الله، السلام عليك يا مولاتي يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا مولاتي وسيدتي يا بنت فاطمة وخديجة، يا بنت الحسن والحسين، يا بنت موسى بن جعفر. عرف الله بيننا وبينكم في الجنة ولا جعله الله آخر زيارة من زيارتكم. اللهم ارزقنا السعادة بحق محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة إلى الدروس الذين أخذها، طبعا أنا ذاكر ما يقارب أكثر من 10 مواقف من السيدة خديجة صلوات الله عليها والدروس الذين أخذها، طبعا كما ذكرت مثال ونموذج وقدوة صالحة أسوة حسنة بالنسبة للرجال وللنساء، يعني هذا لا يختص، الدروس لا تختص بالنساء إنما هي عام للرجال والنساء. أولا إيمانها الراسخ والصادق بالله وبرسوله، هذا أول خصيصة السيدة سلام الله عليها، وكذلك بعد ذلك يأتي دور جهادها من أجل هذه المبادئ والقيم التي آمنت بها، وبعد ذلك يأتي دور والدرس. طبعا أنا على عجالة يعني أقول كفهرست بالنسبة إلى أنها دور تضحيتها وفدائها بما تملك من حيث وجودها من حيث أموالها من حيث أسرتها، حتى أنه قبيلتها أو قريش ونساء قريش تركنا السيدة خديجة لأنها تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم باليتيم، قال تزوجت باليتيم وتركت الأموال من إذن هي الأخرى واجهت موقفا مناوئا من قبل نساء قريش، يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وحده الذي شاركت النبي في كل شيء، وحتى في هذا يعني حتى في هناك جفة هناك قطيعة عداء القوم وعداء قريش و عداء قبيلة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، أعمام الرسول الأعظم، هي شاركت في كل همومه وفي كل شاطرته في كل الأحوال، شاركته في كل الأحوال، فحينئذ ساهمت في هذا الأمر
وكذلك بالنسبة إلى، اسمح لي أن أذكر في اللقطة، أنا دائما عندما أذكرها أتفاعل مع هذه اللقطة. نعم، تفضل. بالنسبة إلى حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فدائها لرسول الله، وكما ذكرت عشقها لرسول الله. يقال عندما كان قريش يأمرون صبيانهم أن يرموا الرسول الأعظم بالحجار، فكان يرمونه بالحجارة وكان تدمى رجله وبعض المكان يدمى عن الرسول، فكان يأتي إلى غار حراء ويأتي إلى تلال مكة، فكانت هي يخبرونها أن الرسول الأعظم هكذا فعلوا به، فكانت تأتي إلى غار حراء وتصيح: حبيبي محمد، حبيبي محمد، حبيبي محمد، إلى أن تصل إليه فتجده مدميا، وكانت تضمد الرسول الأعظم وتأتي له بالطعام. هذا يدل على فدائها وحبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من حيث الأسرة، وكذلك من حيث الأمومة، أنه فاطمة الزهراء كان في بطنها وتحدثها، لأن نساء قريش تركناها، فكانت تستأنس. ودخل الرسول الأعظم عليها يوما فوجد أن تحدث، قال: من تحدثين؟ قالت: تحدثين من هي في بطني؟ قال: هي فاطمة الزهراء، ونسلي منها، ذريتي إنما يكون منها. فدروس كثيرة نأخذ من حياتها، اسمح لي أن واحدة منها حسن إدارتها ومديريتها، ولا سيما بالنسبة إلى أيام التجارة وكيفية الأزمات التي كانت تحدث، كانت تدير ذلك، يعني عندها عقلية، ساهمت في الحضارة الإسلامية، إذ أنها قدمت ما قدمت من كل ما تملك من أجل الحضارة الإسلامية. كذلك إعانة الفقراء والمساكين، حتى عرفت في الجاهلية بأم المساكين وأم الأيتام والفقراء، وكانت تشتري العبيد والجواري وتعتق ذلك. قبل الإسلام كان هذا المعنى موجود. فجهادها في سبيل الله في محاربة الكفار والكفر، يعني الحري بنساء هذا الزمان أن يتخذن السيدة خديجة سلام الله عليه قدوة لهم. النساء والرجال لابد، كما يضرب الله المثل الذين آمنوا رجالا ونساء، أنه لابد أن نقتدي بهذه السيدة في كل مواقفها، في كل سيرتها، في كل ما بذلت من نفس ونفيس من أجل الإسلام، من أجل الدين، من أجل المبادئ، من أجل القيم والأخلاق، من أجل الله سبحانه وتعالى. سمح السيد، بصراحة وجدنا كما ذكرتم في بداية الحلقة أن الله سبحانه وتعالى ضرب الأمثال، من ضمن هذه الأمثال في القرآن أنه للذين آمنوا امرأة نوح وامرأة فرعون ومريم سلام الله عليها، مريم بنت عمران. نأتي إلى السيدة خديجة سلام الله عليها في القرآن، يا ترى لنتعرف، هل أشار القرآن إلى هذه جميل. السيدة؟ طبعا اسمح لي، نحن دائما عندنا الآيات تارة تنص على الأشخاص، حكمة الربانية، واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب مريم، من الرجال من النساء، اذكر للعبر آيات للسائلين. تارة الله سبحانه وتعالى يذكر بصورة الجري يسمى، والتطبيق العام، يعني يذكر الصفات العامة التي تنطبق على المصادق. وأتم المصادق إنما يكون هو المقصود أولا، ثم بعد ذلك المصادق الأخرى، بغض النظر عن ذكر الاسم. ذكر الاسم. فكل الآيات مطلقا، كل الآيات التي يذكر فيها الإيمان والعمل الصالح، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الأول الذين آمنوا الرسول الأعظم، والثاني أمير المؤمنين، ما من آية إلا وأميرها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن عباس. ومن النساء أول امرأة أسلمت وآمنت هي خديجة. لذا كل الآيات التي فيها الإيمان والعمل الصالح إنما يكون سيدة تلك الآيات، طبعا سيدة نساء العالمين الأول والآخر فاطمة الزهراء، هذا مسلم، هذا شيء آخر، بحث آخر، ولكن بالنسبة إلى سيدة زمانها وكذلك سيدة النساء في الجنة، أربع نساء في الجنة سيدات الجنة، إنما تجد خديجة. فلذا كل الآيات التي تنص على الإيمان والعمل الصالح إنما هي السيدة الأولى، لذلك السيدة خديجة سلام الله عليه. اسمح لي، آية في سورة الأحزاب آية 35، آية جميلة جدا. طبعا هناك يقول على أنه الإسلام إنما أغمط حق المرأة، هناك من المستشرقين يقولون ذلك، على أنه إنما القرآن يذكر الرجال دائما، الرجال قوامون على النساء وما شابه ذلك. والحال يكفي في جوابهم هذه الآية الشريفة. هذه الآية الشريفة واقعا إنما هي تشير إلى عظمة الإسلام ومكانة المرأة ومنزلة المرأة في الإسلام. قال سبحانه وتعالى:
إن المسلمين الرجال إن المسلمين والمسلمات النساء المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مسلمة مؤمنة فرق بينهما إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانت عشر صفات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات إنما يخشى الله من عباد العلماء الخشوع تمات العلم لذا تكون عالمة يعني السيدة خديجة كانت من أهل الكشف وشهود عندي شواهد على أنه كانت قبل الإسلام ترى ما لا يراه الغير عندي شواهد على ذلك لكن مع الأسف ماكو مجال حتى أذكر الرواية أنه كيف كانت ترى بعض الشهودات إذن كان الاختيار يعني صحيح يعني كما ذكرت أنها هي اختارت النبي ولكن اختيار النبي هم لم يكن مثلا كفو لا بد أن يكون النبي كفؤا يعني كما كانت السيدة الزهراء سلام الله كفؤا لعلي لم يتزوج الرسول الأعظم عندما تزوجها لم يتزوج ما دام مع خديجة عليه الصلاة والسلام وكانت دائما يذكرها بالثناء روايات عندنا عديدة حتى عائشة كانت تغار عندما يذكر النبي ثناء خديجة وكان عندما يقسم اللحم يقسم على صديقات خديجة ومن أحب خديجة قال أحبها وأحب من يحبها لها جلالة ومقام شامخ بالنسبة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وكذلك عندنا نحن أمنا هي خديجة أمنا نحن السادة أيضا أمنا من ناحية النسب والحسب من حيث الحسب أمنا إنها أم المؤمنين وكذلك من حيث النسب نشكر الله وسيدة أمهات المؤمنين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيمة طبعا هناك تفاوت بين الرجال والنساء لاعتبار الحياة تقتضي التكامل إنما يكون بالأنوثة والذكورة الأنوثة دلالة العاطفة والحنان والذكورة إنما هو دلالة القوة والعمل وما شابه ذلك سمحت السيد كما ذكرتم أن مشكلة الوقت هو سيد الموقف وهو الذي ممكن يقطعنا من عن الكثير من الأخبار والحديث الذي يمكن أن نقف أو نبينه للأخوة المشاهدين لمواقف السيدة خديجة سلام الله عليها ولكن ماذا نفعل إذن سمعت السيد نقف عند وفاة السيدة خديجة سلام الله عليها وكيف رحلت ومتى رحلت عن هذه الدنيا إلى الرفيق الأعلى طبعا وفاته إنما هو المشهور في مثل هذه الليلة ليلة العاشر يعني في يوم العاشر من شهر رمضان المبارك في عام الحزن باعتبار توفي أبو طالب قبل ثلاثة أيام من وفاة السيدة خديجة توفي أبو طالب ثم بعد ذلك توفيت السيدة خديجة وكانت الزهراء عليه الصلاة والسلام عمرها أنذاك بين الخمسة والست سنوات يعني السيدة الزهراء ولدت سنة الخامسة للبعثة النبوية البعثة النبوية ولكن إنما توفيت في عام الحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب سماحة السيد في الشعب أبي طالب توفيت السيدة خديجة بعد ذلك طبعا في الروايات موجودة إنما توفيت سلام الله عليها وكان النبي عند احتضارها وعندما توفيت لا بأس أن أقرأ هذه الرواية أنه قالت فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام الرواية في بحار الأنوار المجلد 16 الصفحة الأولى عن الشيخ المفيد بإسناده عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال لما توفيت خديجة رضي الله عنها جعلت فاطمة عليه الصلاة والسلام تلوذ برسول الله وتدور حوله وتقول أبا أين أمي سلام الله عليها قال فنزل جبريل عليه السلام فقال له ربك يقرأك ربك يأمرك أن تقرأ فاطمة السلام وتقول لها إن أمك في بيت من قصب كعابه من ذهب وعمده ياقوت أحمر بين آسيا ومريم بنت عمران سلام الله عليه فقالت فاطمة عليه الصلاة والسلام إن الله هو السلام ومنه السلام وإليه السلام سلام وكانت الله تبكي في يوم من الأيام قال رسول الله لا تبكي فإن أمك هي تأتي ومعها 70,000 ملك يحملون ألوية الحمد
وألوية التكبير، يحملون ألوية التكبير 70,000 ملك تأتي مع السيدة خديجة، فلها مقام عظيم. سلام. ولذا عندما توفيت يعني كان حزن على رسول الله حزنا عظيما وجزعا شديدا، وعلى بنتي السيدة خديجة فاطمة الزهراء على سلطة الخدود، لأنه هي البنت الوحيدة التي بقيت لرسول الله ولسيدة خديجة. وحتى أنه في عند احتضارها دخلت عليها أسماء بنت عميس، لا أسماء بنت عميس كانت زوجة جعفر الطيار أنذاك، أسماء بنت يزيد بن سكن، نعم، دخلت عليها وكانت يقنى بأم سلمة. أحسن. وهي ليست أم سلمة زوجة النبي، زوجة النبي نعم، كان يقنى بأم سلمة، فدخلت عليها فرأتها تبكي، قال لما تبكين؟ تبكين للموت؟ تخافين الموت وقد بشرك رسول الله بالجنة، نعم، وأنت زوجة رسول الله. قالت لا أبكي للموت، إنما أبكي لبنتي فاطمة، فاطمة سلام الله عليها، لأنها عند زواجها من سيكون حاضراً معها حاضراً. فلذا يقال عند زواجها كانت النسوة حاضرات، فالنبي العظم صرف النسوة، أخرجنا النسوة من الدار وبقيت هي أسماء. فقال رسول الله أما قلت لك أخرج من الدار؟ قالت يا رسول الله عاهدت خديجة عهدا، سلام الله، فاسمح لي أنه أبقى معها فاطمة. فأخبرت، فدعا الرسول العظم لها، وبقيت السيدة خديجة حزينة، وعند وفاتها تفكر ببنتها فاطمة الزهراء وبليلة عرسها، وأدت ما عليها هذه المرأة المؤمنة أسماء بنت يزيد بن سكن. سمعت السيد، ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بامرأة في حياة السيدة خديجة إلا بعد وفاتها. طبعا هذا مكانة خديجة، مكانة خديجة عند النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على جلالتها وعظمتها. وكما ذكرت يعني كان حب متبادل بين الزوجين، بين الرسول العظم وبين السيدة خديجة، حب ليس له نظير وليس له مثيل إلا عند الأئمة عليهم الصلاة والسلام، وعند مولاتنا فاطمة الزهراء بالنسبة إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. فلذا كانت السيدة خديجة واقعا هي العماد الأول بالنسبة إلى من حيث النسوة ومن حيث المجتمع أنذاك، لما كانت تحمل من ذكاء خارق للعادة، وكانت ذكية، وكانت تحمل الإيمان الراسخ القوي، بحيث جابهت وقاومت تلك الضغوط التي كان يواجهها النبي صلى الله عليه وسلم، هي قاومت وجاهدت، ومن ثم كانت هي المثل الأعلى تضرب بالنسبة إلى هذا الجهاد الكبير والجهاد العظيم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حيث النسوة طبعا، من حيث النسوة كانت هي المثل الأعلى تضرب. فلذا الرسول العظم كان يعتمد عليها ويشاورها في الأمر، كان في القضايا ويشاورها، وحتى عندما كان يصاب بالهم والغم من قبل قومه ومن قبل المشركين أنذاك، كان عندما يرجع إلى البيت يبث همه وغمه إلى السيدة، وكانت السيدة عليه الصلاة والسلام تراعي مشاعره، وكانت تهدئ الرسول العظم وتخبره بانتصاره، وتخبره بأنه الله سبحانه وتعالى مع الرسول العظم وما شابه ذلك. يعني هذا الحديث الذي كان بين الرسول العظم إنما أنا أذكر من باب مقتضى الحال، وكذلك من مضمون الأخبار الذي يستخرج بهذا المعنى، أنه كانت عضيدة للرسول العظم، كانت مجاهدة مع الرسول الأعظم، كانت أمينة للرسول الأعظم، كانت مخلصة وفية حنونة للرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في كل مراحل حياتها. سمعت السيد، بعض وفيات الأعلام نجدها فيها اختلاف مثلا من في اليوم أو في الشهر، وبعضها على مستوى السنوات. بالنسبة إلى وفاة السيدة خديجة سلام الله عليها، متفق عليها على أنه في يوم العاشر من شهر رمضان وفي نفس السنة التي توفي أبو طالب؟ المشهور ذلك على أنه في اليوم العاشر. هناك قول آخر موجود في بحر الأنوار، نعم، أو الآخر موجود، ولكن المشهور أنه إنما توفيت في هذا اليوم العاشر. عام الحزن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق على هذه السنة، لأنه توفي المعتمد الأول من الرجال من الخارج هو عمه أبو طالب، نعم، والد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، توفي، وبعد 3 أيام توفيت السيدة خديجة وهي العمود من الداخل. يعني إنما كان رسول أعظم من الخارج يعتمد على الله سبحانه وتعالى، ولكن يتجلى هذا الاعتماد في عمه، فكان يعتمد على عمه، فإن عمه كان يدافع عنه دائما في مقابل هجوم قريش وفي مقابل نزاع قريش وخصومة قريش من عمامه وغيرهم. فلذا كان المدافع الأول من الرجال إنما هو كان العم، ثم المدافع من النساء إنما كانت هي آمنة، فمن الداخل كانت
معذرة كانت خديجة سلام الله. فمن الداخل كانت الزوجة ومن الخارج كان العم. في ثلاثة أيام في هذا العام إنما فقد النبي الأعظم كلا العمودين كان يعتمد عليهما. إذا أردنا أن نشبههما بالعمودين كان يعتمد عليهما، وإذا به في بين ليلة وضحاها يفقد فيحزن طبعا مش حزنا شديدا. ومن ثم سمي هو الرسول الأعظم سمى العام عام الحزن، فكان عام الحزن على رسول الله وعلى الأمة أنذاك، ولا زال إلى يومنا هذا إنما نحزن نحن بحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الآن صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه، إنما هو حزين لأمه بلا شك، أحسنت بلا شك، لجدته بلا شك. لذا نحن نحزن لحزن صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام. حزننا ليس فقط لرسول الله إنما لإمام زماننا، باعتبار هو الإنسان الكامل في عصرنا هذا. ويحزن لأمه خديجة سلام الله عليها، وشيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بماء ولايتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. بلا شك كل مؤمن الآن ومؤمنة يحس في نفسه هم وغم بالنسبة إلى وفاة السيدة خديجة سلام الله عليها. شكرا لكم سماحة السيد الأخوة شهر، ولا أنت الوقت وأعظم الله لكم الأجر بذكرى وفاة السيدة. أنا اسمح لي إذا كان آخر اللقاء أنه أختم اللقاء دائما بالدعاء، لأنه سبحانه وتعالى يقول قل ما يعبو بكم ربي لولا دعاكم ودعوني أستجب. اللهم صل على محمد. أخوتي وعزتي ارفعوا أيديكم إلى الدعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم عجل فرج مولانا صاحب الزمان وسهل مخرجه، واجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، واجعل صلاتنا صيامنا عباداتنا به مقبولة، ذنوبنا به مغفورة، بلادنا به محمية، جيوشنا به منصورة، أمراضنا مرضانا به مشفية، أمواتنا به مرحومة، أرزاقنا به مبسوطة، همومنا به مكفية، برحمتك يا أرحم الراحمين، دعائنا به مستجابة. آمين. وصلي يا رب على محمد وآله الطيبين. أحسنتم سماحة السيد، شكرا لكم على ما تفضلتم به. سادة المشاهدين، حتى نلتقيكم إن شاء الله في برامج أخرى، نستودعكم الله ونقول لكم السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.